اصحاب اصبرتي لو كنت سيد بكري يقصر على بناتك ولا على ولادك تبغي شي راجل اخر غادي يتعدى لك على مرتي شنو انا لا ما نقصش على مرتي انا ما نقصش على مرت الجيران عطيك انت واخا سي شحال ديال الوقت هو ساكن هنا في هذا البيت وما عمري شفتو مره وما عمري شفتو تيجي مره ما عمري شفتو ها كاميرا كاينه لتحت توريكم الحضور ديالو امتى تيجي مره في الشهرين مره ثلاث شهور تيجي وما تيبات ما والو انت قليل ديال التصوير كيصوروا تطلع سيدي من هنا تطلع سيدي في فيديو وليداتي صغار كدا تطالع يصور كل شيء هابط مصورش شي واحد في كتافه راه قال داكشي موثق وراه كاين في عيد القضاء صوره وصوت واخا باش نحط المشاهدين الكرام في الصوره اكثر كما قلت لينا واحد السيد عنده واحد البيت هنا كيجي مره في شحال تطلع على البيت هذا تطلع تتهجم على مول العقار هو ما عرفناش شنو الصفه ديالو تطلع تتهجم على مول الدار انا شي عندي العقار ديالي تيتا ديالك باللي تعدى على الزوجه ديالك والاخت ديالها مرضاه تكرفص عليها هذه الزوجه اختار منها حيت ما بغاش تبان بالوجه ديالها وتكلم تكلم بصوت بدون صوره ولكن انت كذلك كزوج راه كتكلم نيابه عليها هاد السيد كما قلتي تعدى عليك بمعنى الكلمه بمعنى الكلمه تاخذ حقك في ايدك وانما كاينه ثقه في عندي ثقه في القضاء في المحكمه في المحكمه بزاف وتشكر السيده وكيله الملك جزيل السكر وبزاف كاع واخا ما حاولتيش تواصل مع السيد تقول لي اخويا اش هادشي اللي درتي زعما تعدى عليا لا مرتي وبينو بينو القضاء والله ما كنقول العين تشوف العين واحد فينا يخص ماشي شاد ديك الدرجه وانت كاين هاد الدرجه الله شاهد عليا من زقلو وما تدخل القضاء على الخط لا كاين كل ثقه حنا ما كنبغوش امور يعني تخرج انا شو تبدو على حقي بالعكس انا ما يجيش عندي وما نشوفوش على تجبيدتنا القضاء دابا تبقى بينو وبينو القضاء واخا ميطاضه باقي كيجي ولا ما بقاش كيجي ما بقاش تيجي حتى جاو البوليس معاه هز حويجو جا البارح هز حويجو بعيد البوليس البارح بقاو معاه بقاو واقفين معاه حتى مع واخا ناخذ الخال هز كانت حاضره هي اللي كان ما كنتش حاضر اللي تعرضت للضرب نشرح لنا بالضبط شنو وقع لها السلام عليكم وعليكم السلام اخت ديال الزوجه ديال انا اخت غزلان فرداع شنو وقع لك مع السيد وكيفاش حتى ضربك وعلاش ضربك انا اللي وقع ليا كتناسى في الصباح هادشي والبارح ناس الصباح حتى كنسمع الغوت ديال خشي غزلان مني فقت كنطل في الدروج دروج ما عندناش الضو حنايا ما دايش الضو في الدار شانق عليها ومهبطها في الدروج شانق عليها شانق عليها بحال موقف بحال شانق على راجل ومهبطها في الدروج وهي كتغوت هو صحيح ولكن صحيح فينا هو الله باش يصحح على مراه ما خاصوش يصحح على مراه حنا غير وليات شانقها مهبطها في الدروج مع الدخله اللي غادا ندخل انا وسط منهم بغيت نحيد لي ايدي من ايد من الصدر ديالها بحال هكا دفعني برجليه الدفعه اللي دفعني برجليه انا صافي طحت ايدي جات على الدار حس بي جا القلب ديال الدرجه صافي توعت ولكن ملي كنسمع اختي كتغوت كندور كنلقاه كيشف على برجلي كيشف لها على البلاصه ديال الفتحه ديال الغراز لانها عندها خطا طبي كان عندها تعفن ودار لها الدود عندها خطا طبي بقيتي كتشتف ليها على رجليها تغيبات واش غادا نوض ولا ما غاداش نوض واخا مقصحه نط غادا نوض خرجتي نتايا للزنقه خرجتي الزنقه وتشكيتي على واحد الطوموبيل هنا في الزنقه وبقيتي واقف داير بحال ما هكا وكتفرج على اساس انك انت ما دخلتيش كاع للدار وما طرات حتى شي مشكل الدراري كاينين في الدار بنتي انا كتبكي ولادها هي كيبكي يوسف ما كاينش انا راجلي ما كاينش لان راجلي انا كون حضر كانت تقدر تطيح روح بقيت هنايا كنفيقوا في السيده كنطلع عليه كنلقاه هو باقي واقف في الزنقه كنعيطوا لومبيلونس لومبيلونس ما كتجاوبناش باش غادا تجي تهزها حتى شويه كتبان ليا الطوموبيل قبل ما تعطيني التفاصيل اكثر بخصوص القضيه ملي مشيتي للمستشفى انا مشيت للمستشفى شكون اللي صيفطني للمستشفى انا لومبيونس الله يجازيهم بخير السلطات تاع طروازيام الله يجازيهم بالخير الدائره ديال طروازيام هما اللي دخلوا لانه هو اللي عيط ليهم الساعه اللي انا كندوي معاهم كيفاش الدائره غادا تدخل هو اللي معيط ليهم جاو بقاو واقفين معاه في الزنقه مني خرجت انا باغا ندوي معاهم كنقول لهم راه السيده طايحه الفوق راه ضربها اش كيقول لهم هو كيقول لهم لا انا ما طلعتش انا في الضيقه ازماتيك انا من حد كنشرح لهم يا سعاده رئيس الدائره قال لي طلعي جيبي لي لاكارت ناسيونال باش تديري
مع باغا نطلع نجيب لاكارت ناسيونال، ما عرفتش كيفاش شعاوت غيبت، حيتاش انا مني ضربني طحت على راسي وايدي توعت، واخا قلت لي عندك بقيت واقفه. عندي الشقه في الايد ديالي، عندي شقه في الايد ديالي، خرجوا لي راديو وسكانر. سكانر عندي غدا الخميس ان شاء الله مع 11 غادي نديرو على راسي. بقى ما خديتش حتى ندير السكانر غدا ان شاء الله. عاد باش غادا ناخذ سكانر، عندي ايموراجي ديال العصب ومريضه ازماتيك. عمر وقع لكم شي اشكال مع السيد اول مره؟ عمر وقع لي شي اشكال. وكيفاش انا لومبينوس السيده ديال اختي، كنقول لك سعاده السلطه كنشكرهم، هما اللي عيطوا لومبينوس حتى جات داتنا. الحاله ديال اختي حالتها، اختي حالتها، اختي ما عندناش باش نديرو لها التلفازه اللي طالبين ليها، ومني مشينا للسبيطار الشوكه مبغاوش يدقوا لها، قالوا لها حالتك خطر ما قدروش ندقوا لك برا، داروا لها غير اوكسجين وصيفطوها. هي ديجا هي عندها مشكل، هي ديجا عندها مشكل، عندها فقر الدم الحاد، ومني كانت ولدات كان عندها خطا طبي، كانوا ناسين لها كلينكس، دار لها الدود وعاودوا فتحوا ليها وعاودوا حيدوا داك الشيء، ولكن باقي عندها خطا طبي، ما عندوش الحق يشف عليها وما عندوش الحق يضربني انا مرا. واخا ناخذ الكلمه ديالو ورجع. السلام عليكم اختي. شنو قال لك من هاد السيد هذا وكيفاش احتاج؟ خويا هاد السيد هذا مني جاو السلطات وقال لك باش نحيدوا هاد المشاكل كامله، مني جي هاد السيد اتصل بينا فعلا، مني جا بغيت نتصل بيهم باش يجيو يفكوا هاد المشاكل، زرني اخويا قلت لي لا ما تخرجش، اتصل بالامن باش يجيو يديوك، زرني اخويا من الدروج هو صحيح وغليظ عاجبه صحته، وانا كنتعافر معاه مني غلب عليا بركي يضرب فيا يشتف ليا على الفتحات ديالي، انا بعدا مريضه ما عندوش الحق اصلا يقيسني ولا يضربني ولا يمسني، انا درت غير الواجبات ديال الامن اللي قالوا ليا، هي اللي درتها مع هاد السيد، مني جارني اخويا بقى غادي جارني حتى للدروج اللي لتحت، كيشتف ليا على رجلي برجليه، كيشتف ليا على الفتحه مزيان، حتى وليت كنقول ليه الله يرحم والديك طلق مني، الله يرحم الوالدين طلق مني، وكيزيد يشتف ليا على الفتحات، علاش؟ حيت هو راجل ما عندوش الحق يقيسني، ما عندوش الحق يضربني قدام ولادي، هذا اللي كيضرب العيالات، الاول اللي كيبغي لي يضرب لي مرتو، كل هو ما خايفش وما دايرش، يقول لي عيط على هذا الامن انا واقف حداك، يجي ويديوني هذا الامن، عرفت انا علاش غادي؟ بوكا حقاش عارف راسو اشنو؟ هي هذيك اخويا. دابا الحاله ديالك كيف دايره دابا حاليا؟ انا حالتي حاله اخويا، ما تبغيش العدوك. واش من عايضربك راجل باش تحس عندك جوج فتحات، باش تحس بالالم، الناس كتبات ناعسه انا ما كنبانش ناعسه، الناس كتبات ناعسه فراش ديالي انا ما كنبانش ناعسه، راه عندي تلفازه خاصني نديرها، مشيت للسبيطار مابغاوش يدقوا لي تبره، قالوا لي تديري التلفازه، انت حالتك خطره تديري التلفازه، انا راجلي ما كيضربنيش باش يجي واحد كيتعنى بكتافه وكيتعنى بشي واحد في كتافه، انا كنتعنى بالله سبحانه. القانون فوق الجميع. انا القانون فوق الجميع، انا كنتعنى بالله سبحانه وبالقانون، لحقاش القانون هو اللي كيحمينا من هاد الاشكال هادو، وانا راجلي ما كيضربنيش ما كيقيسنيش يجي يضربني هو، وشكرا. كلمه اخيره الاخت كيما قلت لي الحاله ديالك مريره، انت راكي كيضرب ديري السكانير تشوف. الكلمه الاخيره انا غدا غادي ندير سكانير، وانا كنطالب بالمواجهه مع داك السيد، لانني مني مشيت بغيت نعمر المحضر ديالي، مني خرجت من السبيطار والبارح ومشيت، لا مشيت عمرت محضر، قالوا لي جي حتى تليفوني بقى عندهم، مني سخفت بقى عند طروازيام الدائره، مشيت باش ناخذ تليفوني، عمروا لي المحضر، مني بغيت نعمر المحضر قالك هو تا هو معمر لي انا محضر انا واختي، باننا حنا اللي ضربناه. هو متهمنا حنا اللي ضاربينه، هو ما فيه حتى شي خبشه، ما فيه حتى شي حاجه، انا كنطالب بالمواجهه معاه، بانني انا ضربته، الا كنت انا وياه مضاربين ولا انا ضربته ولا هو اللي ضاربني، يهبطونا نطربوا ولا يقدمونا عند وكيله الملك، هادشي اللي كنطالب به انايا. الاخ عزيز كما كنعرفوا جميع الانسان في هاد الامور خاصو يتعيط بعض الشيء، قدر الله ما شاء فعل، انت كزوج اكيد غتكون واحد الحلقه فيك ان الزوجه ديالك ما تبغاش مابغاش انها يوقع عليها هادشي، ولكن كما قلنا القانون فوق جميع، إذا كانت الزوجة ديالك بصح عرضت للضرب لا هي لا الأخت ديال الزوجة ديالك من طرف هاد السيد، القانون غياخذ المجرى ديالك.
بصح تعرضوا للضرب، واش هما ما تعرضوا للضرب وغاديروا هاد الحيحه كامله وحنا حشاتة عندنا وجوهنا، حنا بغينا القضاء يتدخل وياخذ لنا الحق ديالنا قبل ما ناخذه بيدي منه. وانا شحال بالعام وانا صابر ب 2019 ندوي على حقي يا خويا، انا ندوي على حقي ومن حقي نعبر على داكشي اللي دارني في الخاطر ديالي وفي القلب. زوج ما عرفتيش ان يعني هالدار مني شريت انا في المشاكل، ما استغليت ما دابا ولات البنات ديالي تيصوت شخص اخر. علاش انا؟ علاش انا كيبغى الكل شكون؟ وكون كنت حاضر غنقتلك، راه لقيتو هرب خرج للباب على برا. راه فرشق ليا مرتي وهرب للباب على برا، فقت انا مدهوش. السيد ضاربنا. هابط لبرا. ضاربنا. وجاي مول البياس راه لفقوس. ضاربنا ومشينا للسبيطار ولقيت ليه جاي ياخذ حاجة. الحمد لله. انت عندك وليدات. مثلا هادشي وقع وحضرتي المضاربه والى غير ذلك، ما تولي واحد غيولي في الروضه واحد في الحبس، علاش هادشي كامل؟ حاجه وحده اللي بقى فيا الحال، كنا زعما الناس ديال السلطه. شوف الحمد لله كما قلنا ما حضرتيش، هذا هو اهم حاجه، حيت كون حضرتي كانوا غيوقعوا شي امور اللي خايبوا لنا حنا اصلا. وغنوجه الضمان واش وقع غنوجه واحد المنبر ما هنا ياك حتى للسلطه ياك، انا رئيس الدائره ديال طروازياب صراحه ما عمرو خسر لي خاطري في شي كلمه ولا شي حاجه. واجب الامن انه ولي جميع الحالات وكيوقفوا مع جميع الناس اي اشكال كاين. ولي حاجه واحده انا ما غادي نهضر فيها حتى قدام السيده وكيله الملك، عشت انا مضرور بزاف في شي حوايج ضروني في خاطري. لحقاش واحد الانسان شاري دار بزباله الفلوس وتيحشت بالحكره؟ انا شاري دار ماشي كاري، دار موثقه قانونيه بالمحافظه بكل شيء. الغالي في هذا الامر ديال هذا السيد كيجي ما عرفش حاجه. وما عندوش ما طلعش ينعس تيجي، قلت غير باش انا يبقاو مستغلين ليا مع السيده اللي بايعه عليا واوشيرشي وهربه لفرنسا والابن ديالها اللي اوشيرشي حاطينه ليا هنا، عرفتي علاش؟ باش انا ما نلقى حتى حاجه محلوله، ديما خاصني نمشي ندير الافراء ونخسر الفلوس في المحكمه، عاد نجي بغيت نفك شي حاجه وهي ديالي، خاصني ضروري تمشي نخسر عليها الفلوس عاد نجي الحله.